إن كانت محاولة التفجير الفاشلة التي نفذها فيصل شهزاد في تايم سكوير قد أثارت الهلع في قلوب الأمريكيين، فإنها أيضا فجرت موجة خوف عارمة في صفوف الجالية الباكستانية الكبيرة العدد في نيويورك. فمنذ هجمات 11 من سبتمبر يحاول المهاجرون الباكستانيون التصدي للأفكار المسبقة السائدة عنهم. صباح يبدأ بملامح باكستانية، والمشهد يمكن رؤيته في لاهور مثلا. لكن هذه الأمة ترافق ابنتيها إلى المدرسة في شارع كوني آيلاند ببروكلين. إن أول منطقة يقصدها الباكستانيون لدى وصولهم إلى هنا هي بروكلين، إنها باكستان مصغرة وإليها يلجؤون بشكل أو بآخر، والكثير ممن ينجحون في حياتهم هنا ينتقلون للعيش في الضواحي، لكن من هنا تكون الانطلاقة. هذا المركز الاجتماعي يديره رجل الأعمال محمد رضوي، وهو يحث الوافدين الجدد على التعريف بأنفسهم ويبذل قصارى جهده لإقناع عشرات الآلاف من المهاجرين إلى بروكلين من منطقة جنوب شرقي آسيا بوضع أسمائهم في قوائم إحصاء سكان الولايات المتحدة. إنه لمن المهم أن تقولوا لأصدقائكم عبئوا استمارات الإحصاء، لا تخافوا إن طرق أحد أبواب بيوتكم. لكن الخوف من طارق الأبواب لازم الكثير من الباكستانيين بعد هجمات 11 من سبتمبر. ومنذ ذلك التاريخ رحل آلاف الباكستانيين عن المنطقة إما طوعا أو كرها. وبعد محاولة التفجير الفاشلة في تايم سكوير، حرص زعماء الجالية الباكستانية على ألا تتكرر الموجة ذاتها. تبادر إلى ذهني أن مشكلة ما ستقع للمسلمين وخاصة منهم الباكستانيين، لأنه قيل إن فيصل شهزاد من مواليد باكستان. إن كنت شابا وذكرا وأمريكيا من أصل باكستاني فإنك ستخضع للمراقبة، وهو ما يعلمه جيدا هؤلاء الممثلون الشباب. عادل أحمد وعمران الشيخ ينتميان لفرقة مسرحية باكستانية أمريكية، وسواء على الخشبة أو في الحياة الحقيقية فإنهما يتطرقان لقضايا الهجرة. لا ينبغي أن نختار لأي جانب سننحاز، بإمكاننا أن ننتمي للطرفين. جميع من التقوا هنا لقراءة حوار المسرحية لا تتجاوز أعمارهم 20 إلا قليلا، وطبيعة أبائهم المهاجرين لا تسلم من سخريتهم، لكن حينما يتعلق الأمر بالإرهاب فإن الخوف يتملكهم مثل ما يتملك الناس كافة. نحن نخاف مثل الجميع، وسواء بالنسبة لعمران أو لمحمد أو لغيرهما، فإنهم يرغبون في ألا ينظر إليهم وفق أفكار جاهزة.